انا مش هبدا غير لما حد يقول متعة لك وإثارة خليكوا بقى وتشويق، ايه ايه. متعة وإثارة وتشويق. الله عليك الله عليك، مين ده؟ أنا بس مشيت. الله عليك يا مشير، الله عليك يا مشير. لو تركز في الواجب كده زي ما انت مركز في الحته دي تبقى برنس. ماشي يا جماعه، ندخل بقى على المومنتوم. هجيب بس سكرين شوتس. طيب يلا يا شباب، شايفين كده؟ ايوه اوكي. ماشي. المومنتم ده يا جماعه بيتحل فعليا بتو رولز، يعني الدرس ده كله يا جماعه كله عباره عن تو رولز المكتوبه هنا اهو. ايه هما التو رولز ده بقى؟ قال لك اول رول المومنتم، رول المومنتم ايه هو بقى؟ بيقول لك m1 u1 plus m2 u2 equal m1 v1 plus m2 v2. يعني ايه بقى الكلام ده زين؟ قال لك الام هو الماس، M1 ده لان احنا عندنا تو بارتكلز، بارتكل 1 وبارتكل 2. الام 1 هو الماس بتاع بارتكل 1، الام 2 هو الماس بتاع بارتكل 2. يو1 يو يعني انيشال سبيد، فده انيشال سبيد بتاع بارت 1، ويو2 الانيشال سبيد بتاع بارت 2. في1 الفاينل سبيد بتاع بارت 1، وفي2 هي الفاينل سبيد بتاع بارت 2. الدرس يا جماعه فعليا بيتكلم عن ان انت عندك تو بارتكلز ماشيين خبطوا في بعض، مش نتيجة الخبطة دي سرعتهم اتغيرت صح ولا غلط؟ قال لك هو ده درس المومنتم. قال لك فأنت ممكن يكون البارتكلز دي ماشيين عكس بعض أو ممكن ماشيين في نفس الاتجاه. المهم إن هو حصل كوليجن، خبطوا في بعض، ونتيجة الكوليجن ده الفلوستيس بتاعتهم اتغيرت، وأحيانا كمان الدايركشن بيتغير. حلو كده؟ طب هو أنت هنا الدايركشن مهم؟ الدايركشن مهم جدا. ليه بقى؟ لأن أنت هنا يا يوسف عندك initial و final velocity صح؟ و velocity مهم فيها ال direction، يعني لو انا كنت بادئ هنا ماشي كده اهو، و after collision بقت ماشي كده اهو، ده معناه ان I changed ال direction بتاعي. طيب لما يجي لك اسئله زي دي، وطالما يا مصطفى يا كامل ال direction is a factor مهم جدا، ده معناه ان انت لازم تبقى محدد any direction positive any negative. هتقول لي يا مستر سهله، انا هاخد البوستيف يا غدير الدايركشن اللي انا كنت بادئ فيه، وهاخد النيجاتيف الدايركشن اللي انا عكسه. هقول لك عادي حقك تعمل كده مش غلط. لما نيجي بقى للامبلس وهي الايكويشن الثانيه، الامبلس بتقول الاي دي هو الايه، هو الامبلس ده فورس اكتنج على بارتكل بتاعي في ديوريشن معينه. قال لك فالامبلس دي بتكون ايكوال ام في ماينس ام يو، ودي بتتعمل على اونلي وان بارتكل. يعني ال في واليو دي بتاعت سيم بارتكل، اني بارتكل بقى؟ 1 ولا 2؟ قال لك لو انا عايز الامبلس
on particle 1 يبقى انا شغال على مين؟ على particle 1 صح؟ لو انا عايز الامبلس on particle 2 يبقى انا شغال على particle 2 صح غلط؟ احيانا الراجل بيكون عايز لخبطك شويه، ازاي يا احمد وليد؟ يقول لك the impulse exerted on part A by particle B يبقى انا شغال على مين؟ على ايه برضو صح ولا غلط؟ يعني بيقول لك تاني، بيقول لك ايه؟ the impulse exerted on A by B يبقى انا شغال على مين؟ على A صح كده؟ يبقى انا دايما شغال على particle اللي impulse exerted on it مش by it. قال لك في الامبلس، ركزوا معايا في الحته دي، البوزيتيف دايركشن لازم يكون عكس الدايركشن اللي انا بدات بيه، يعني لازم يكون عكس الدايركشن بيفور كوليجن. يعني انت في المومنتم البوزيتيف ممكن تو بي اسيومد اني وير، لكن في الامبلس البوزيتيف دايركشن از اولويز اوبوزيت تو ذا دايركشن اوف موشن بيفور كوليجن اون ذا بارتيكل اون ويتش امبلس از اكزيرتد. طيب عشان نفهم الكلام اللي انا قلته ده، تعال نشوف اكزامبل عشان نشوف الموضوع عبيط ازاي، لان هو فعلا الموضوع عبيط. لحظه واحده يا شباب. اكزامبل يا جماعه اهو، بيقول لك ايه؟ A particle A of mass 2 kilogram is moving to the right with a speed 3 meter second power negative 1. Particle B، يبقى انت دلوقتي عندك particle A الناس بتاعها 2 moving to the right with speed 3 meter per second. Particle B عندها mass 1 with moving to the opposite direction with a speed 2. After the collision both particles are moving in the same direction. Particle A is moving with speed 1.5. Find the velocity of B after collision. واحدة واحدة بقى. دايما لازم ترسم، لازم ترسم رسمة before collision ورسمة after collision. لما احنا نيجي دلوقتي نرسم رسمة before collision، انا عندي هو بيقول لك ان A ماشية to the right اهو، وB ماشية عكسها اهو. ملك، رحت كتبت عن particle A كل المعلومات اللي انا عارفها، ان ال M1 ب 2، ال U1 اللي هي initial speed ب 3. طيب مش انا قلت لك ان انت ممكن تاسيوم البوزيتيف دايركشن اي حته انت عايزها صح ولا غلط؟ مظبوط، وكله يطلع صح على فكره. يعني لو انت خدتها يمين او خدتها شمال الساينز هتظبط بعضها والاثنين هيطلعوا صح. فاحنا لو خدنا هنا قلنا ده البوزيتيف دايركشن، دلوقتي ايه يا جماعه بيفور كوليجن؟ طب رسمنا رسمه افتر كوليجن اهو، مش هو قال لك ان هم افتر كوليجن بقى هم الاثنين ماشيين ان سيم دايركشن؟ في هنا سؤال مهم قوي، هم لما يمشوا ان سيم دايركشن هيمشوا لليمين ولا الشمال؟ في واحد صايع قال لك ايه بقى؟ قال لك يا مستر مش انت قلت لنا اولا يا جماعه ايكويشن اوف مومنتم اللي انا كتبتها بتقول ايه؟ بتقول ان ام1 يو1 بلس ام2 يو2 ايكوال ام1 في1 بلس ام2 في2 صح ولا غلط؟ مظبوط؟ صح يا شباب؟ صح صح حلو قوي. فانا جيت هنا قلت ان ده بوزيتيف دايركشن، وانا عارف ان ايه ماشيه في الاتجاه ده، يبقى ام1 ب2 وي1 ب3 صح؟ يبقى ام1 يو1 ب2 تايمز 3 هو 6 صح ولا غلط؟ يبقى اول ترم ده يا جماعه في 6 بلس ام2 في2، مش انت عارف ان ده ماشيه للشمال؟ يعني ماشيه عكس الدايركشن البوزيتيف بتاعك صح وغلط؟ يعني ماشيه نيجاتيف صح؟ يبقى الاثنين السبيد بتاعتها الاثنين دي هكتبها هنا نيجاتيف 2 صح ولا غلط؟ ولما اجي اعمل ام2 يو2 تطلع نيجاتيف 2 تايمز 1 اللي هي نيجاتيف 2 صح ولا غلط؟ في هنا نيجاتيف منسيه صح؟ طيب يبقى انا عارف ان المومنتم، ركزوا معايا، هو الام1 يو1 ده المومنتم، المومنتم بتاع بارتكل 1 بيفور كوليجن، وده المومنتم بتاع بارتكل 2 بيفور كوليجن. فانت هنا لما بصيت، ماشي يا اسلام، لما بصيت لقيت ان المومنتم بتاع بارتكل 1 اللي هو بارتكل A كرقم اكبر من المومنتم بتاع بارتكل 2 صح ولا غلط؟ يبقى تفتكر بقى افتر كوليجن مين هيزق الثاني؟ هيمشوا في دايركشن يمين ولا شمال؟ يمين.
معلش اللي هي الله عليكم الله عليكم، لان الكبير 6 هيزق الصغير، يبقى انا افتر كوليجن اهو رسمت الاثنين تو ذا رايت. اجي هنا بقى، انا عارف ان الماس بتاع 1 ب 2 والفلوستي ب 1.5 وبي الماس بتاعها ب 1 والفلوستي بتاعتها ما اعرفهاش. اجي هنا بقى يا جماعه، عملت ام 1 في 1 يا مشيت افتر كوليجن ودايركشن بوزيتيف عشان ماشي يمين صح؟ مشان هنا السؤال دوت واخد ان البوزيتيف بتاعي يمين صح. يبقى دي بوزيتيف، يبقى 2 تايمز 1.5 صح؟ 2 تايمز 1.5 يديني 3. هاجي هنا اهو الاثنين هنكملهم مع بعض ان ذا سيم دايركشن 1 في 1 في 2 اللي انا عايز اجيبها صح ولا غلط؟ اجي اعطي الايكويشن بقى يا جماعه، ام 1 يو 1 هكتبها لكم بقى هنا بالراحه، يبقى ام 1 اللي هو 2 في 1 اللي هو بوزيتيف 3 اهو. انا بعوض الايكويشن دي دلوقتي ها، بلس ام 2 اللي هي ب 1 في يو 2 اللي هي نيجاتيف 2 عشان عكس الدايركشن عشان ماشيه للشمال، ايكوال ام 1 اللي هو 2 في الفي 1 افتر كوليجن ب 1.5 بلس V2 M و M2 اللي هو 1 في ال V2 اللي انا ما اعرفوش. يبقى انا عندي هنا 6 minus 2 equal 3 plus V2 يبقى 4 equal 3 plus V2 يبقى ال V2 equal 1 meter per second. صعبة يا شباب. اللي بعديها بقى، اللي بعديها الراجل عايز امبلس اون A. ركز معايا بقى، مش انا قلت لك ان انت في الامبلس البوزيتيف دايركشن ماست بي، انا ايدك ما خدتك لو سمحتي، البوزيتيف دايركشن ماست بي عكس الدايركشن اوف موشن بتاعت البارتكل اللي انا شغال عليها بيفور كوليجن صح ولا غلط؟ يوسف اسف ايدك ما خدتك يا يوسف. يعني ايه؟ قال لك دلوقتي يا جماعه هو بفور بيفور كوليجن، احنا جبنا يا جماعه جبنا هنا ان الفي 2 ب 1 صح؟ وانا عارف ان هي ماشيه ازاي تو ذا رايت صح، 1 متر بير سكند وماشي تو ذا رايت صح ولا غلط؟ طب تعالى نمسح بقى كل ده، يعني تعالى نمسح كده اهو، وانا عارف ان دي 1 متر بير سكند تو ذا رايت. الامبلس بقى تعالى نرسم الرسمات اللي احنا كنا رسمينها تاني، مش احنا قلنا اهو رسمات مرسومه، انا قلت لك ان الامبلس ماست بي اوبزيت للدايركشن بيفور كوليجن، انا عايز الامبلس اون مين؟ اون ايه صح؟ طب هي بيفور كوليجن، بيفور كوليجن ايه كانت ماشيه اليمين ولا الشمال؟ يمين. يبقى انا البوزيتيف دايركشن بتاعي لازم يكون عكسها يبقى للشمال. يبقى انا في الامبلس البوزيتيف دايركشن ماست بي اوبوزيت. بس حتى لو الاوبجكت ميرت ان ذا سيم دايركشن يا 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 مشيل اه الامبلس اوكي لا لا خلاص سوري. طيب في واحد بقى بيعمل حركه صايعه، ايه هي؟ يقول لي يا مستر انا بدخل على السؤال في الاول اشوف مطلوب مني امبلس ولا لا، واخلي الدايركشن بتاع الامبلس هو الدايركشن اللي انا محتاجه يكون بوزيتيف واشتغل بيه كمان في المومنتم. يعني ايه؟ يعني قال لي خلاص انا لما لقيت ان انا في الامبلس في دبل اي محتاج ان يكون البوزيتيف دايركشن للشمال، خلاص خليت البوست دايركشن للشمال على الشمال في السؤال كله A و B. براحتك عايز تعمل كده قشطه، عايز تحل كل بارت لوحده قشطه، اللي تنسى جينا الامبلس هنا بقى، انا بادئ البوست دايركشن بتاعي للشمال صح، فده معناه ان انا اليو بتاعتي دي بالنيجاتيف اللي هي يو 1 بنيجاتيف 3، البي هتبقى بوزيتيف 2 ده في الامبلس ها، يعني تعالى تعالى تحت عشان ما تلخبطوش. يبقى انا عارف ان انا اليو 1 بتاعتي بنيجاتيف 3، ال U2 equal نيجاتيف 2 انا اسف equal positive 2، ال V1 بتاعتي نيجاتيف 1.5 وال V2 بتاعتي اخليها A و B بقى، A B A B بنيجاتيف 1 صح ولا غلط؟ opposite to the particle motion يا غدير. طيب
فلما اجي هنا يا جماعه الاي ايكوال ام في ماينس ام يو، هي لو خدت الام كومن فاكتور فيتبقى في ماينس يو. نيجي هنا بقى، انا عايز اقول ايه صح، هي الماس بتاع ايه بكام؟ ب 2 كيلو جرام صح. يبقى انا جيت هنا يا جماعه حطيت ان الامبلس ايكوال 2 في ده على ايه؟ ها v minus u. ال v يعني final، حضرتك انت شغال on a. طب هي ال v بتاعت الايه بكام؟ بنيجاتيف 1.5، يبقى نيجاتيف 1.5 minus ال u بكام؟ بالنيجاتيف 3، يبقى نيجاتيف 3، يبقى 2 negative 1.5 minus minus 3 يعني plus 3 هي 1.5، 2 times 1.5 ب 3. صعبة؟ صعبة شاب؟ لا مش صعبة تمام. حلو، لو أنا عايز impulse on B هي بي بيفور كوليجن كانت ماشيه ازاي؟ للشمال صح؟ يبقى انت دلوقتي لازم تاخد البوزيتيف دايركشن بتاعك فين؟ لليمين صح وغلط؟ صح؟ اجي اقول يبقى الامبلس اون بي ايكوال ام في في ماينس يو، الماس بتاع بي بواحد يبقى 1 في الدي بتاعت بي. احنا عارفين ان هي افتر كوليجن ماشيه لليمين وسرعتها واحد صح؟ صح ولا غلط؟ مظبوط؟ هي بوستيف 1 ماينس بيفور كوليجن اللي هي يو اللي هي انيشيال كانت ماشيه ازاي؟ للشمال يعني نيجاتيف صح؟ وبنيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 2 صح ولا غلط؟ مظبوط؟ تطلع equal 1 times 3 اللي هي 3 صح ولا غلط؟ مظبوط؟ هتلاقي ان الامبلس اون بي دايما لازم تطلع equal الامبلس اون اي، لازم دايما. طب هل يا مستر ممكن مره يطلع لي امبلس نيجاتيف؟ لا، لو طلعت لك الامبلس نيجاتيف يبقى انت عملت حاجه غلط في الدايركشن، ترجع تعيد تاني. حلو؟ في الامبلس الامبلس كان نوت بي نيجاتيف، لو طلعت لك نيجاتيف انت عملت حاجه غلط، ترجع تشوف الدايركشنز بتاعتك والاسامبشن. هل ممكن يا مستر الفي اللي انا جبتها هنا تطلع لي نيجاتيف؟ لو انت الفي اللي جبتها فوق طلعت لك نيجاتيف، ده معناه ان انت الدايركشن اللي انت كنت عامل له اسامبشن از رونج ولازم تعكسه. يعني ايه؟ يعني مش احنا جبنا هنا انا كنت عامل assumption ان البي بتاعتي ماشيه لليمين صح ولا غلط؟ افرض ان انا velocity كانت طلعت هنا نيجاتيف 1، ده معناه ان انت الاسامبشن بتاعك كان غلط وهي ماشيه للشمال عكس الدايركشن. حلو كده؟ طيب تعالوا شوفوا مع اسئله بس بيبر عشان تشوفوا من الواجب بتاعكم، عشان تبقوا عارفين بس ان انا مش بجيب لكم حاجات من الفضاء، انا بحل اسئله قدامكم زي في الواجب. معايا يا جو؟ اهو اهي اسئله من الواجب. حلو كده؟ تعالوا نشوف بقى بيقول لك ايه؟ مصطفى كامل، هو انا مش بقول لك افتح الكاميرا عشان تتفرجني على شعرك، يعني الله عليك. ايوه ماشي صح كده. طيب بيقول لك a particle A of mass 2 كيلوغرام، يا particle A of mass 2 كيلوغرام is moving into a straight horizontal line with a speed 12. Another particle B of mass M is moving along the same straight line in the opposite direction to A with a speed 8.
The particles collide, the direction of motion of A is unchanged by the collision. Immediately after the collision, A is moving with speed 3 and B is moving with speed 4. Find the magnitude of impulse to find M. طيب. اوعى تتلخبط وتفتكر ان انا هنا هجيب الامبلس اوف B. انا عايز الامبلس اون A. باي B دي متفرقش معايا. انا عايز الامبلس اون A. حلو كده؟ طيب. انا بحب دايما احب احل الامبلس في الاخر يا مصطفى يا كامل. بس هي مش فارقة. بس احب دايما كده. فانا هحل دلوقتي اهو بارت بي اللي هو مومنتم. نيجي هنا او بلاش هكتب هنا بيفور كوليجن وافتر كوليجن. الراجل هنا ما قالكش هي مشت رايت ولا ليفت صح، بس هو قالك انهم عكس بعض، فبالتالي اعمل اللي انت عايزه. شباب معلش انا لو حد بيحاول يحل معلش بلاش، انا عايز تركز معايا عشان اهم حاجه عندي من الحل ان تشوف انا بفكر في السؤال ازاي. فالراجل هنا ما قالكش ماشي يمين ومين قالك ماشي ومين ماشي شمال، بس قالك ان هم عكس بعض. فانا عملت هنا بارت A وعملت هنا بارت B وقلت هم ماشيين عكس بعض. جيت عند A انا عارف ان الانيشال بتاعها بكام؟ ب 12 صح؟ والماس بتاعها بكام؟ ب 2. بي الماس بتاعها بكام؟ ام ما اعرفوش. وانيشال وانيشال هو ايه بس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو في واحد فيهم هتبقى نيجاتيف صح؟ نيجاتيف. الدايركشن اللي انت عايز تاخده بوزيتيف. فانا بقول لك دايما ارسم الاول، تعال نرسم من الاول. مش هو قال لك ان هو افتر كوليجن الدايركشن اوف موشن اوف ايه ما اتغيرتش صح؟ فده معناه ان بي اتعكست صح ولا غلط؟ ليه بي اتعكست؟ ما هو لو بي فتت ماشيه الناحيه الشمال هتخرم ايه صح؟ فده معناه ان بي اتعكست. طيب لما نيجي هنا انا عارف ان الماس ب 2 والماس هنا بام. نيجي هنا بقى الفي والفي. تحب تاخد اي دايركشن بوزيتيف؟ في واحد صايع قال لي يا مستر مش انا اصلا مطلوب مني اجيب ايه يا جانا؟ الامبلس اون ايه؟ قلت له اه. اي طيب مش ايه بيفور كوليجن ماشيه لليمين؟ قلت له اه. قال لي يعني احنا في الامبلس لازم نفترض البوست نفترض البوست دايركشن للشمال؟ قلت له اه. قال لي خلاص انا عشان اريح نفسي يا مستر في السؤال ده كله هفترض البوست للشمال. قلت له خلاص حقك. فلما جينا هنا وافترضنا ان البوست للشمال عشان ما اتلخبطش في السؤال كله ايه وبي، هاجي هنا يبقى انا عارف ان دي نيجاتيف 12 عشان ماشيه لليمين صح ولا غلط؟ هحطهم دلوقتي اهو. انا بس خليت الاول احط الدايركشنز. لا مش لازم الترنيم بس ده الاسهل، بس مش لازم. يبقى الاي نيجاتيف 12 عشان ماشيه لليمين عكس البوستيف بتاعي. البي ماشيه معايا في البوستيف دايركشن يبقى 8. الاي افتر كوليجن ماشيه لليمين يعني عكسي يبقى نيجاتيف 3. والفي بتاعتي ماشيه لليمين ب 3 يعني نيجاتيف لا دي بي هي ال 3. ايه بكام معلش؟ اه لا سوري ايه بنيجاتيف 3 وبي بنيجاتيف 4. حد مش فاهم البوستيف والنيجاتيف دول محطوطين على ايه؟ كله فاهم يا جماعه ولا حد عنده مشكله هنا؟ نيجاتيف 4 اللي هي ترنيم. مش دلوقتي دي افتر كوليجن يا ترنيم عكس الدايركشن ومشيت لليمين؟ ايه ماشي مستر هما بيقولوا ان الدايركشن بتاعت A is unchanged، انت اشمعنى اعتبرت ان الشمال هي البوزيتيف؟ انا ليه خدت بص دي حاجه ودي حاجه ما تتلخبطش. الـ A non changed اهي في الرسمه هي non changed عندي اهو صح ولا غلط؟ اهو صح. بس انا ليه خدت البوزيتيف على الشمال؟ عشان انا في بارت A عايز الامبلس اون A صح ولا غلط؟ اوكي دايركشن الامبلس مش بمزاجي يعني؟ لا دايركشن الامبلس مش بمزاجي، دايركشن الامبلس لازم يكون اوبوزيت لبارتكل دي بفور الكوليجن. بارتكل ايه بفور كوليجن ماشيه ازاي؟ رايت. يبقى انا لازم البوستيف بتاعي في الامبلس يكون ذا ليفت لازم.
فانا بقول لك بقول لك ريح نفسك واشتغل نفس الدايركشن ده بوزيتيف في الاثنين. ما انت في المومنتم ممكن تفترض اي دايركشن بوزيتيف فاهمني، بس لو انت افترضت نفس الدايركشن من الاول هتوفر نفسك في الستبس. اوكي ماشي حلو. نيجي هنا بقى هيقول يا جماعه M1 U1 plus M2 U2 equal M1 V1 plus M2 V2. اجي اعوض بقى U1 M1 ب2 يبقى 2 times negative 12 plus M times 8 plus 2 times negative 3 plus M times negative 4 يدي negative 24 plus 8M دي equal يا جماعة مش plus. انتوا نايمين ليه؟ الله equal negative 6 minus 4M. هدي هنا هو وهدي هنا هو، يبقى انا عندي هنا 4M plus 8M plus 4M 12M equal negative 6 plus 24 يديني كام؟ 18. يبقى الM equal 18 over 12 ليه 1.5 صح كده؟ مظبوط. صعب يا شاب؟ يا شباب صعب فيها مشكله؟ لا. طيب نيجي بقى نحل بقى ايه، نحل الامبلس. انا عايز الامبلس اون ايه؟ الامبلس ايكوال ايه يا جماعه؟ ايكوال ام في في ماينس يو صح؟ وانا اصلا مفترض البوزيتيف دايركشن بتاعي من الاول مظبوط مع الامبلس، يبقى الاي ايكوال الام بتاعت ايه اللي هي 2 تايمز الV بتاعت A بكام؟ نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 3. ماينس الU بتاعتها اللي هي نيجاتيف 12 يبقى ماينس نيجاتيف 12 يطلع 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 9 اللي هي 18. صعب يا جماعة؟ صعب يا شاب؟ عادي عادي خلص مالك. اه اوكي يا جماعة لهذا السؤال الجميل. بيقول A particle A particle P has mass M and particle Q has mass 3M. The particles are moving in opposite direction when they collide directly. Immediately before the collision P has speed 4U and Q has speed KU. Where K is a constant. As a result of the collision, the direction of motion of each particle is reversed and the speed is halved. أحمد الوليد أنا حاسك مبتسم قوي، أنا عارف إن المومنتم ما بيدعوش للابتسامة، فاهم قصدي؟ يعني هو أنا عارف المعلومة دي، يعني الـ M والـ U والـ V والـ H ما بيضحكوش. حاجة أرسم هنا يا جماعة، أنا عارف إن هما before collision كانوا ماشيين إيه؟ عكس بعض، صح ولا غلط؟ اهو ده P وده Q ده before. طب after قال لك الدايركشن ريفرست صح؟ والفلوستي از هافت هنا 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 بس بكام؟ M وهنا بس هو ما قالش الدايركشن بتاعت انهي واحده فيهم ريفرست.
بتاع الاثنين. اوكي each particle. اوكي ماشي. هنا يا جماعه الـ initial speed بتاعتي بكام؟ يو بكام؟ 4 يو صح؟ صح ولا غلط؟ صح. هاجي هنا بقى احط اليو. فقبل ما احط اليوهات تعالى لازم نحدد البوزيتيف دايركشن. فروحت البي لقيت الراجل عايز الامبلس اون بي صح ولا غلط؟ طيب بي بيفور كوليجن كانت ماشيه لليمين، يبقى انت تاخد دايركشن البوزيتيف فين؟ للشمال صح ولا غلط؟ في السؤال كله بقى مظبوط؟ صح. فده معناه ان لما اجي احط الفيلوسيتي بتاعت يو عشان هي ماشيه انيشال لليمين فهحطها نيجاتيف عشان هي عكس الدايركشن البوزيتيف بتاعي يبقى نيجاتيف فور يو. وكيو كانت ماشيه مع الدايركشن البوزيتيف يبقى كي يو. بي افتر كوليجن ماشيه للشمال يعني في الدايركشن البوزيتيف وهافت الفيلوسيتي بتاعتهم هافت، فده معناه ان هي 2 يو وبوزيتيف صح ولا غلط؟ والفلوستي بتاعت كيو بقت ماشيه لليمين يعني نيجاتيف هاف كيو صح ولا غلط؟ طيب تعال بقى نعمل ام 1 يو 1 بلس ام 2 يو 2 ايكوال ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2. ام 1 بام في نيجاتيف 4 يو بلس ام 2 ب 3 ام في U2 KU equal M1 اللي هو M في V1 اللي هو 2U plus M2 اللي هو 3M times negative half KU صح وغلط؟ في واحد عالمي قال لي يا مستر هي مش الام واليو موجوده في كل الترمات؟ قلت له اه. طب ما اشطبهم الموضوع بقى عبيط قوي كده. يبقى انت عندك هنا نيجاتيف 4 plus 3k equal 2 minus 3 over 2k صح ولا غلط؟ هدي هنا اهو ودي هنا اهو، يبقى عندك هنا 6 وعندك على الشمال كام؟ 4.5k صح؟ يبقى ال k equal 6 divided 4.5 اللي هو كام يا جماعه؟ 4 over 3. 4 over 3 ادي كي. عايز بقى الامبلس اون بي اهو، حاجه اعمل امبلس هنا اهو، تعالى هو الاسود اي ايكوال ام تايمز في ماينس يو، يبقى الامبلس ايكوال الماس بتاع بي اللي هو كام؟ ام. في الفي بتاعت بي بكام؟ 2U 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 ماينس نيجاتيف 4U صح؟ فالامبلس ايكوال ام تايمز 6MU صح؟ six u as it صح؟ بل impulse equal six mu. صعبة؟ صعبة يا شباب؟ ركب الدرس هدية ده درس كيوتي خالص. شفت درس في اللذيذ قوي. طيب
لا 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 يا غدير والله، هو ده الدرس، الدرس ده كده، هو الدرس كده على فكره يا جماعه. احنا مش هنقول حاجه جديده خلاص يعني، كمعلومات مش حاجه جديده خلاص. زينة مش هتعمل يوسف ياسر، تلعب ماوس يوسف ياسر تعمل ايه؟ ايه كنت بشوف الساعة كام؟ شوف الساعة كام؟ أنت قصدك أنا حاسة مملة؟ لا استغربت بس ان ده الحتة الوحيدة اللي احنا هنكفر، اللي هي كفرت في اللسن كله. ماشي زي بعض. بقول لك ابارتكل بي هاز ماس 3 كيلو جرام. ما تقلقش يا اسلام ما تقلقش، اوعدك ان هو هيكون اقل من واجب الاس 1. بارتكل بي هاز ماس 3 كيلو جرام اند بارتكل كيو هاز ماس 2 كيلو جرام. The particles are moving in directions. ترنيم شكلك ما اتعلمتيش من غلطك يا ترنيم. ترنيم إن اللبيب بالإشارة يفهم. The particles are moving in opposite directions. When they collide directly, immediately before the collision, P has speed 3 and Q has speed 2. Immediately after the collision, both particles are moving in the same direction and the difference in their speed is 1. Find the speed of each particle after collision. طيب تعال نرسم، يبقى هنا بيفور، هنا افتر. قالك ان هما before the collision ماشيين in opposite direction، يعني ادي اهو P وادي Q. P عندها mass 3 قصدي، وQ عندها mass 2. طيب هو انا هنا عايز امبلس، مطلوب مني في بي امبلس اون بي، صح كده؟ صح. طيب انا اكوردنج تو للرسمه بتاعتي، بي افتر بيفور كوليجن ماشيه لليمين، يبقى انت تاخد البوزيتيف دايركشن هنا فين؟ شمال. الله عليك، ده البوزيتيف دايركشن في السؤال كله، ايه وبي عشان رايح نفسه. نيجي هنا بقى ترنيم، اليو بتاعتي هنا بكام؟ initial speed بتاع بي بكام؟ 3 وكيو ب2 صح؟ قال لك الام 1 يو 1 هنا يعني مومنتم بتاعت اول بارتكل فور كوليجن ب9. الام 2 يو 2 يا ترنيم ب4. ليه عملت الخطوه دي؟ اصل هو قال لك ان both particles are moving in the same direction، فانا كنت عايز احدد هيمشوا اليمين ولا الشمال، فلازم اشوف مين عنده مومنتم اكبر. خلي بالك ما بتجيش من الماس الاكبر، مومنتم اكبر. فلقيت ان بي عندها مومنتم اكبر 9، يبقى انا ماشي الاثنين افتر كوليجن لليمين، صح ولا غلط؟ مظبوط. وهنا عندي الماس ب 3 والماس ب 2. هنا بقى الفي، طب انا عملت حاجه غلط ما حدش قال لي عليها، ما حدش قال لي غلط ولا صح، ايه هي؟ كنت لسه بدي اقول لك انه ليش عامل ايه مش نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 بالظبط، ما خدتش بالي بس. طيب لازم تقولوا لي يا جماعه. ماشي، بس هي مش فارقه معانا لان نيجاتيف 9 من 9 مش فارقه، انا فارق معايا الفاليو. حلو كده؟ فنيجي هنا بقى يا جماعه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك the difference in the speed after collision ماشيين في نفس الدايركشن والديفرنس واحد. فين سؤال؟ مين بقى اللي سرحان وياخد ويترزع السؤال ده؟ مين اللي سرحان ويترزع؟ ترنيم كسبت معانا النهارده. دلوقتي يا ترنيم
في فرق بينهم في السبيد 1 متر بير سكند. تفتكري مين يا ترنيم اللي ماشي اسرع، بي ولا كيو؟ بس يا ترنيم لو بي ماشيه اسرع، وانت كمان يا زينه لو بي ماشيه اسرع هتخبط كيو تاني، ما هي وراها مش بي ورا كيو، ما هو ما ينفعش ده، هم عملوا كوليجن خلاص ماشيين في نفس الدايركشن، فلو السبيد بتاع بي اعلى من كيو هتخبطها تاني، صح ولا غلط؟ فلا، علشان ما يحصلش كوليجن تاني، المنطقي ان هم لما خبطوا في بعض كيو اللي هي الاولانيه تمشي بسبيد اكتر من اكتر من بي بواحد، لان هي لقدام، صح ولا غلط؟ يا اما بي هتقاس تخرج كيو، يعني دلوقتي احنا خبطنا ومشينا في عكس في عكس الدايركشن، صح؟ لو اللي ورا ماشي اسرع من اللي قدام هيخبطه. طيب مستر، مش في حالات بيمشوا ان هم الاثنين زي one particle؟ ده لو هو قال لك كده لازم يقول ان هم جوينت موجوده. تمام. بس ده مش كده، ليه بقى؟ لان هو هنا قال لك ان في difference في السبيد. مستر مش فاهم قصدك. بص يا ميشيل، دلوقتي انت عندك two particles ماشيين ورا بعض، صح؟ لو اللي ورا لو اللي ورا ماشي اسرع من الاولاني من اللي قدام هيخبطه، صح ولا غلط؟ صح. فما ينفعش، يعني لازم لو في حد فكين. اسرع يعني يبقى اللي قدام، يبقى اللي قدام هو الاسرع اللي هو كيو، عشان بي ما تخبطش فيه. يعني بعد ما خبطوا كيو بقت ماشيه اسرع في الاتجاه الثاني. بالظبط، ماشيين هما الاثنين اليمين وكيو اسرع. اوكي. طيب فلما نيجي هنا، يبقى انت لو قلت هنا ان ده السبيد بتاع بي، هتقول ان ده هو ايه بقى؟ السبيد بتاع بي بلس 1، صح ولا غلط؟ ممكن واحد تاني يكتبها لي ازاي؟ يقول لي انا هاخد دي الفي بتاع كيو، يبقى انت لازم تعمل دي ساعتها في اوف كيو ماينس 1. فلما نيجي هنا يا جماعه هعمل ام 1 U1 plus M2 U2 equal M1 V1 plus M2 V2. فلما اجي هنا اهو M1 ب 3 times negative 9 plus 2 في 2 equal 3 times velocity of P plus M2 اللي هو 2 في velocity of P plus 1. بقى عندي هنا negative 27 plus 4 equal 3 VP plus 2 VP plus 2. يبقى عندي هنا 5 VP equal negative 25. ليه؟ في 4 هنا كمان، يعني نيجاتيف نيجاتيف 23. ما في 2 هناك على اليمين. بالظبط، ماشي ماشي. يبقى الفلوسيتي اوف بي بكام؟ نيجاتيف 5. انا حاسس، انا حاسس حاجه غلط. نيجاتيف 23. طب لحظه، طيب بس نراجع الارقام. بارتكل ايه ب 3 بي اندر سبيد 3 كيو اندر سبيد 2 افتر كوليجن and the difference is كذا، يبقى هنا negative p مستر. اعتقد الغلطة ان انت ما حسبتش ان ال vp هتبقى بالنيجاتيف، لانك انت قلت الناحية الشمال هتبقى positive فالناحية التانية هتبقى بالنيجاتيف، فالفاينل velocity هتبقى الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا جدعان، اقسم بالله محمد جارد نبي انت ليك 10 بوينتس صراحة خدتهم بجدارة. انا قاعد بقول في حاجه غلط، يا نهار ابيض. عايش يا ابني، عايش 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 يا محمد. بعد حصه روح قول جنرال انا ليا 10 بوينتس اصلا يا جدعان. دلوقتي مش احنا قلنا البوزيتيف للشمال، فده معناه ان دوت نيجاتيف، صح؟ وده كمان نيجاتيف، صح ولا غلط؟ ودوت نيجاتيف في بي بقى بلس 1، صح؟
صح غلط. فلما اجي اعوض هنا اهو، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 3 في بي، وهنا اهو ماينس 2 في بي بلس 1. يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 27 بلس 4 ايكوال نيجاتيف 3 في بي ماينس 2 في بي ماينس 2، صح؟ مستر ايوه، مش اليو بتاعت البي المفروض بنيجاتيف 3 مش نيجاتيف 9؟ نيجاتيف 9 دي الام 1 يو 1. يا نهار ابيض هنا يا جدعان، اقسم بالله في ايه؟ الله، انا شكلي لسه نايم. طيب هنا برضه هنا، بس خدي بقى 5 بوينتس على دي، روحي بعد الحصه لجنى قولي لها انا عايز 5 بوينتس، ماشي؟ طيب فنيجي هنا بقى يا جماعه، يبقى نيجاتيف 9 بلس 4 ب 5، ودي دي هناك، يبقى انت عندك هنا ودي 2 دي هناك، يبقى نيجاتيف 9 بلس 6 اللي هي نيجاتيف 3 ايكوال نيجاتيف 5 في بي، صح؟ تروح النيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى الفي بي ايكوال 3 اوفر 5 اللي هي 0.6، صح ولا غلط؟ صح؟ صح يا شباب؟ بعد كده ازود عليها 1 عشان اجيب الفلوستي، يبقى انا عارف ان الفلوستي هنا دي ب 0.6 از سبيد، ها؟ وهنا 1.6، ماشي؟ عايز تحطهم بالنيجاتيف عادي مش فارقه خالص، ليه؟ لان الراجل هنا بيقول لك انا عايز السبيد مالكش فلوستي، ها؟ فعادي اكتبها 0.6 واداله نيجاتيف 1.6 عادي. طيب نيجي بقى للامبلس يا جماعه، انا عايز الامبلس اون بي، امبلس ايكوال ايه؟ ام في في ماينس يو، ام بتاعت بي اللي هي 3، في بتاعت بي اللي هي نيجاتيف 0.6 ماينس عندك هنا بي نيجاتيف 0.6 ماينس نيجاتيف 3، يبقى عندك كام؟ احسبها لي كده 7.2 فعلا؟ فانا شاب يا شباب، واضحة؟ تمام. ايوه اوكي. طيب في حاجة مهمة جدا صغيرة كده عايز اقولها، هي حلقت يا يوسف؟ طبعا والله انا رايح اعمل عمرة عشان حلقت يا عم، خرجنا دي بفلوس يا ابني، والله العظيم. استنى يا جدعان، بتلعب في ايه ترنيم؟ يا عيني يا عيني، كل ده كتبت السطرين دول؟ باك نص ساعة في السطرين دول؟ بترسميهم؟ لا، أربع سطور، لا خلاص خلاص أربعة. على فكرة يا جماعة، أنا عايز أقول لكم حاجة، هو أنا بغلس على ترنيم عشان انا بحبها، فاهم قصدي؟ يعني ما حدش فاهم غلط، يعني ما حدش فاهم غلط، الغلاسه دي ناتجه عن حب، اوعى حد يفسر ده غلط، ماشي؟ بيقول لك ايه بقى؟ يلا يا جدعان، يلا يلا. بيقول لك اتراك بي اوف ماس 2 ام از موفينج ويز سبيد يو اون سموث ستريت هورزونتال ريلز. It collides directly with another truck Q of mass 3m, which is moving with speed 4u in the opposite direction. يبقى هنا يا جماعه اهو ترنيم، الضحكه دي اكيد مش ناتجه عن الام يو والام في، بالمنطق اهو، بمنتهى البساطه واللوجيك، صح؟
طيب before after قالك before collision بيتنيلوا ماشيين عكس بعض اهو ادي بي وادي كيو. قالك ان انا عندي هنا الماس 2m والماس بتاع كيوب كام؟ 3m. قبل ما اجي احدد ترنيم الدايركشن البوزيتيف بصيت هنا تحت يا ترنيم انا عايز الامبلس اون بي. بي بيفور كوليجن ماشي يمين يبقى انا هاخد البوزيتيف دايركشن بتاعي للشمال. سؤال مهم قوي، فلما اجي دلوقتي اكتب اليو يا عبده هكتب ان اليو بتاعتي هنا بكام؟ نيجاتيف يو. الله عليك الله عليك الله عليك. وكيو فور يو فور يو. حلو قوي. افتر كوليجن بيقول لك يا ترنيم ركز معايا لو سمحتي، بيقول لك ان هما دلوقتي جويند وماشيين از بارتكل واحده، هيمشوا اليمين ولا الشمال؟ جيفن ذات ان هنا الام يو بتلاتة وهنا الام يو ب 12 يبقى هيمشوا ازاي؟ يمين عشان المومنتم اكتر. معلش شمال عشان المومنتم. شمال افضل. حلو شمال. ايوه معلش اتلخبطت فيها عشان هي تفضل هنا بقى بي ان كيو وانا عارف انه ماشي كده اهو، فلما اجي هنا اهو يبقى هنا بقى ايه؟ الماس بتاعهم هو ايه؟ الماس بتاع الاثنين صح؟ يعني الماس 5m والسبيد ما اعرفوش لكن هو واحد بس هو في، انا اسف صح كده؟ فلما نيجي هنا يا جماعه تعالى نمسح ده بقى ونيجي هنا نعوض فنقول m1 u1 plus m2 u2 equal mv يبقى 2m times negative u plus 3m times 4u equal 5m في v صح كده؟ ممكن اضيع الام كلها مع بعضها ولا لا؟ ينفع. فيبقى عندي هنا نيجاتيف 2u plus 12u equal 5v صح؟ يعني 10u equal 5v يعني ال v equal 2u صح ولا غلط؟ صح يا شباب؟ صح يا شباب؟ بس يا مستر هو ما قالش كيو. الله عليكي، لسه هقول يا زينة. السخافة الوحيدة في السؤال ده، وده حصل في سؤال أو اتنين يمكن، إن الراجل ما قالكيش هاتيها in terms of V. أنا من وجهة نظري دي سخافة من عنده. بس الراجل معتمد على إيه؟ الراجل معتمد إن أنت لما تصلي الإيكويشن دي لازم أوتوماتيك تطلع لك in terms of U، فاهماني؟ نفس الكلام برضو في الامبلس ما قالكيش ان تيرمز اوف يو في. فانا معاك ان دي سخيفه جدا، بس هو غالبا كان معتمد ان هي تتفهم لوحدها لان مش اوبشن تاني. بس انا معاكي تمام يعني هنسيبها كده. اه طبعا هنسيبها كده خلاص في ايكوال تو يو. لما نيجي بقى الامبلس بقى اون بي، امبلس ايكوال ام تايمز في ماينس يو، يبقى الام بتاع بي بكام؟ 2 ام. طيب الفي بتاعتها بكام؟ احنا جبنا الفي ب 2 يو صح؟ مظبوط؟ هنا بقى يبقى انا هنا اهو محتاج يبقى 2u ماينس الانيشال بتاعي، يبقى هنا 2u ماينس الانيشال بتاعي اللي هو النيجاتيف u، يبقى 2m تايمز 3u اللي هو 6mu صح ولا غلط شباب؟ صح. اوكي صعبه؟ طيب ثاني مستر، هو لما يقول the magnitude of the impulse exerted on P by Q
فانت بتحل بالارقام بتاعت بي. اه طبعا، ما قلت لك انا اهم حاجه عندي اون مين، ماليش دعوه باي دي، ما تفرقش معايا اون مين على مين اوكي اون بي بس كده. تمام. طيب طيب دلوقتي يا جماعه، مش هي ركز معايا لو سمحت، انا دخلت على سيكشن 2. سيكشن 2 ده بيتكلم على ايه بقى؟ ان انت عندك فورسز، يعني سيكشن 2 ده بيتكلم ان انت دخل فورسز وكاينماتكس معاك في الاسئله. ازاي بقى؟ ركز معايا، الراجل بيقول لك ايه هنا؟ انا عايز تركيز يا شباب، مازن انا عايز تركيز يا جماعه، تركيز لو سمحتوا في السؤال ده. بيقول لك a particle p of mass 0.4 كيلوغرام is moving on a rough horizontal ground. خلي بالك ان كل الاسئله اللي فاتت كان بيقول لك سموث، هنا قال لك رف، وده معناه في فريكشن فورس. مالك؟ قال لك on a rough horizontal ground when it hits affects vertical plane. يعني ايه؟ يعني لو حبيت ارسم الرسمه دي يا جماعه، الكوره ماشيه horizontal لحد ما وصلت للحيطه. يعني الكوره ماشيه اهي في الدايركشن ده. ده بيفور كوليجن. لما راحت خبطت ايه اللي يحصل فيها دلوقتي؟ هترجع صح؟ عكسها الدايركشن بتاعها 100% هيتغير، مش خبطت في حيطه؟ مصطفى كامل معايا؟ اكيد مش تخرج من الحيطه صح؟ يبقى لازم ترجع ريفرس دايركشن. طيب فقال لك ايه؟ قال لك immediately before hitting the wall P is moving with speed 4 in the direction perpendicular to the wall. The particle rebounds, يعني عكست from the wall and comes to rest at a distance 5. The coefficient of friction is 1 over 8, find the magnitude of impulse. ومديك 7 درجات، صباح الفل. خطوة خطوة، هو أنا لو عايز الإمبلس بقول الإمبلس إيكوال M تايمز V ماينس U، صح ولا غلط؟ وأنا عارف إن هي قبل ما تخبط الحيطة كانت اليو بتاعتها بأربعة، صح؟ يعني انا اسمي الفي، مين الفي دي؟ السبيد افتر امباكت، صح؟ طيب هجيبه ازاي بقى؟ قال لك ركز ان الراجل هنا مديك كوفيشنت اوف فريكشن، وقال لك ان افتر كوليجن مشيت مسافه 5 متر لحد ما تقف، عشان تقف مشيت مسافه 5 متر، يعني الاس ايكوال 5. وانا عارف ان عشان تقف يعني الفي بتاعتها بزيرو، صح ولا غلط؟ محتاج اعرف اليو، لان اليو عندي هنا هي اليو اللي انا عايزها، هي الفي اللي انا عايزها. خلي بالك اوعى حد يروح يقول لي في هنا بزيرو، لا، انت الفي اللي انت بتتكلم عليه هنا اكزاكتلي افتر امباكت، لكن الفي هو بيكلمك عليها بعد لما وقفت هنا اهو. ده سؤال كاينيماتكس. قال لك ايه المعلومه اللي عارفها؟ محتاج اجيب الاكسلريشن،
هجيبه منين؟ ما الراجل اداك ليه فورسز؟ ما هو انا الحاجه الوحيده اللي ممكن تطلع لي من الفورسز هي اكسلريشن. طب هو انا لو جيت لحته الكاينيماتكس دي اللي هي افتر ريباوند يا جماعه، مش افتر ريباوند، انا عارف اف ايكوال ام اي صح ولا غلط؟ هل الكوره دي في فورس بتزقها لقدام؟ لا صح؟ قال لك يبقى زيرو ماينس اللي ورا، اللي ورا اللي هو فريكشن فورس صح ولا غلط؟ ايكوال الماس بتاعها اللي هو 0.4 في الاكسلريشن. طب انا اجيب فريكشن فورس ازاي؟ قال لك فريكشن فورس ايكوال ميو ار صح؟ بجيب الار ازاي؟ قال لك الار ده هو الرياكشن فورس اللي هي ايكوال ايه؟ ايكوال ام جي صح؟ فده معناه ان النيجاتيف ميو في الار اللي هي ام جي ايكوال، ممكن حد يجي يقول لي ايه؟ ام في ايه؟ ليه يعمل كده؟ عشان يطلع لي ام على ام على طول. فلما جه هنا انا عارف ان دي نيجاتيف 1 اوفر 8 جي صح؟ ايكوال الاكسلريشن. جبنا الاكسلريشن بكام؟ نيجاتيف 9 اوفر 8. لا معلش دي جي 49 اوفر 40. اه معلش كم؟ نيجاتيف 49 اوفر 40. طيب يبقى انا جبت هنا اكسلريشن اهي. فلما اجي هنا بقى يا جماعه اشتغل في الكاينيماتكس، يعني هنا كنت فورس صح؟ عشان اجيب الاي هروح اشتغل دلوقتي كاينيماتكس. انا عندي الاس والفي والاي وعايز اليو صح؟ يبقى في سكوير ايكوال يو سكوير بلس 2 اي اس، يبقى 0 ايكوال يو سكوير اللي انا عايزها بلس 2 في نيجاتيف 49 اوفر 40 في الاس اللي هي 5 صح؟ تطلع اليو بكام؟ اليو دي بتاعتها هي مين؟ ايه؟ 3.5 لانه مش ات سكويرد ف 3.5 اه يا مستر ايوه ما هي سكوير روت ما يو يو سكوير لازم يو سكوير ماشي. فلما جبنا بقى هنا يا جماعه نيجي بقى نعوض في الاي ايكوال ام في ماينس يو. طيب هو انت كنت ماشي في الدايركشن في الاول اليمين، يبقى انت بتبص الدايركشن بتاعك للشمال صح ولا غلط؟ صح. فلما اجي هنا اقول اي ايكوال ام في في ماينس يو، يبقى الاي ايكوال الماس بتاعها اللي هو 0.4 في الفي اللي هو بوزيتيف 3.5 ماينس ماينس 4، تطلع الاي بكام؟ 3. اتفقنا؟ اتفقنا؟ معلش اخر اخر ستيب بس اخر ستيب يعني واحده معلش نقول فين؟ ال 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 اي ايكوز ام في ماينس يو. حلو انا عايز امبلس صح؟ تمام. طيب فانا عارف ان امبلس اي ايكوال ام في في ماينس يو صح ولا غلط؟ صح. انا عايز الامبلس، والامبلس هو البوزيتيف دايركشن بتاعه بيكون فين؟ عكس الدايركشن اوف موشن بيفور كوليجن. فانا بيفور كنت ماشي لليمين، يبقى البوزيتيف بتاعي فين؟ الشمال. حلو. طب مش انا عارف ان انا افتر كوليجن ماشي للشمال؟ اه يعني كنت بوزيتيف صح؟ يعني دي بوزيتيف تمام، لكن الفور دي نيجاتيف صح ولا غلط؟ عشان ماشي لليمين. يبقى الفي اللي هي 3.5 ماينس ماينس 4 اللي هي اليو. خلاص خلاص تمام شكرا. طب في حد متلخبط بيقول ايه؟ بيقول يا مستر ازاي دي اليو وانت عوضت مكانها هنا في في؟ لا قسم لي السؤال ده جزئين. اول جزء يا مازن الامباكت اللي حصلت لما خبطت الحيطه دي هنا كان اسمها يو، وافتر كوليجن بقى اسمها في صح ولا غلط؟ مظبوط صح. صح يا شاب. لكن عشان اجيب حته الفي دي
انا رحت اشتغل يا غدير كاينيماتكس، فلما اشتغلت كاينيماتكس انا عارف ان انا هقف واوصل لزيرو، يعني في بزيرو، فبقى الدي بتاعتي هي مين؟ هي اليو في السكند ستيج صح؟ او في المرحله الثانيه دي اليو بتاعتي. فانا اشتغلت على المرحله الثانيه اللي هي كاينيماتكس، رحت جبت اليو اللي انا عارف ايه هي مين؟ الفي في فيرست ستيج صح؟ صح يا شباب؟ اوكي واضحه كده؟ واضحه؟ طيب اخر فكره هقولها، اخر فكره في حلقه النهارده. معلش يا حبيب قلبي، هو انا بقول الافكار دي كلها ليه؟ عشان انتوا اول لما تحلوا الواجب عليكم قاعدين بتعيطوا وتقولوا لي مش عارفين نحل وتستيجنج تو لونج، وايه علاقه ده بالحصه يا مستر؟ واحنا قلنا دي امتى يا مستر؟ هي دي كانت تبع الدرس ده يا مستر؟ فانا بحل ده عشانكم مش عشاني. انا سكن عليا مع اول فكرتين الدرس واضح، بس انا عشان ما يطلعليش واحد كده فجاه فاهم يوم الخميس يا مستر مش عارف احل الواجب يا مستر، الفكره دي جديده يا مستر. طبعا كله عارف انا بتكلم على مين، كله عارف نفسه، والضحكه دي من الفراغ. ماشي مستر، هو ممكن نبنى الاسئله دي بانجلز؟ بايه؟ بانجلز. يعني ايه بانجلز؟ يعني زي في الفورسز زي ما كنا بنعملها هي كوساين ساين. لا 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 لا، الساين رول دي ما بتجيش غير في الفورسز بس يا ميشيل. اوكي. السؤال ده يا جماعه صغير قوي سهل قوي يعني بسيط جدا والله، فكرته ايه؟ لا 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 اسكيب ايه بس يا ترنيم؟ معلش معلش، عشان بس ايه تعرفوا تحلوا الواجب وتسلموه في معادكو وما تقعدوش. بالمناسبه دي صحيح، بس عشان في حاجه مهمه جدا، نوت اكسبتد نهائيا ان حد يبعت لجنى يقول لها انا هسلم بعد ديدلاين. الكلام ده هيبقى في اسم سيده، الكلام ده ما يحصلش عندي. ما حدش يفكر يبعت لجنى يقول لها هسلم بعد ديدلاين. الاجابه لا. وحتى انا هحضر في جروب تاني ده نوت اكسبتد برضو، مفيش اوبشن ده. تحضر في حصه ثانيه ازاي يعني؟ لا يا ترنيم الكلام ده ما كانش ليكي، انت انت خاصه غبطتك على الجروب، الكلام ده لناس ثانيه. ماشي. دي غريبه والله العظيم. خلي بالك يا جماعه من حاجه، يعني بصوا خلي بالكم من حاجه، واكيد اللي خد معايا يعرف. تو اسيرتن ليميت لما ليك بتدلع والدلع ده بيبين انك بتسلم افتر ديدلاين، هقول لك باي باي. اوعى تفتكر ان انت معنى انك بتسلم قبل الحصه يبقى انت تمام. انا بالنسبه لي التمام الوحيد اللي اعرفه انك تسلم قبل الديدلاين. اي حاجه ثانيه بالنسبه لي ده مش طبيعي. الواجب ده يا جماعه اللي انا بديهولكم ده بيتحل في ساعتين ثلاثه بالكثير. انتوا هتفضلوا سايبين الواجب لحد يوم الديدلاين، تقعدوا قاعدين فيه 12 ساعه مش عارفين تحلوه، وبعد تقول لي هتاخر. حاجه غريبه والله العظيم. لا يا اسلام مش ناوي. واسالني كمان مره عشان الغي حصه من حصه الاسيستنت واخليهم اتنين بس. والله العظيم يا جدعان. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك a ball of mass 0.3 كيلوغرام is moving vertically downward with speed a. When it hits the floor which is smooth and horizontal, it rebounds vertically from the floor with speed u. Find the magnitude impulse. طب بالراحة بقى كده، يبقى أنت عندك هنا برضو before وafter. في الأول كنت واقع تحت صح؟ وبعد كده طبعا حصل rebound وطلعت فوق. طيب فبقول لك ان انا وانا ماشي تحت انا الماس بتاعي 0.3 صح؟ والسبيد بتاعتي 8. طب انا عارف ان البوست دايركشن بتاعي هنا لازم يكون فين؟ فوق صح؟ عكس الدايركشن اللي انا بدات فيه. وانا عايز امبلس، يعني امبلس ايكوال ام في ماينس يو. طيب قال لك ان انا مش بقول لكم ده سؤال تافه قوي، بقول لك ان انا افتر هو مديك كل حاجه اساسا. فبقول لك ان انا افتر كوليجن it rebounds speed 6. ال 6 دي بوزيتيف صح؟ ودي نيجاتيف صح ولا غلط؟ يبقى الاي
equal 0.3 في v اللي هي 6 minus minus 8 بس كده. طبعا ممكن الراجل لعب بقى يدخلك ايه، يدخلك كاينماتيك فيرتيكال، يقول لك بقى ان انا وقعت في الارض وبعد كده عملت ريباوند، فلما عملت ريباوند واعمل لي بقى بروجكت يعني ايه، اشتغل بقى الايكويشن اوف موشن عشان تجيب لي الفي ومش عارف واليو بتاع براحته يعني. بس انا قصدي الفكره نفسها سهله، ستيج يعني في عندك جزء ستيج بيسلم ستيج ثانيه. حلو كده ماشي. في حاجه صعبه بقى اللي احنا عملناها النهارده؟ يا شباب؟ لا. طيب ماشي، في حاجه انا مش فاكر قلتها لكم ولا لا، بس هقولها عشان ما نكونش قلتها. اليونت بتاعت الامبلس نيوتن سكند، نيوتن دي الفورس وسكند هو التايم. هل انا يا مستر مطلوب مني ان اكتب اليونتس؟ والله براحتك، عايز تكتبها قشطه، مش عايز براحتك، مش هنقصك عليها، الا لو سالك قال لك دايركتلي رايت ذا يونتس اوف ذا امبلس، ساعتها انت تكتب له الامبلس بتاعته نيوتن سكند. نيوتن ده هو الفورس والسكند هو التايم. وليه؟ لان الامبلس ده هو الفورس اللي اكزيرتد اون بارتكل فور ا سيرتن تايم، فور سيرتن تايم. حلو كده؟ حلو كده؟ ماشي يا جماعه. نعم استاذ غدير، ان شاء الله يا جماعه، ان شاء الله ده اخر اسبوع ناخد يوم الاربعاء والحد، بعد كده الحد بس ان شاء الله. يعني الاسبوع ده هناخد حد اربع، ومن اول اسبوع الجاي حد بس ان شاء الله. ويس طلب صغير كده، حاسك جاي من عمرة وحاستنا بقى والكلام ده. نتيجة الامتحان هتتبعت امتى؟ هتتبعت النهارده او بكره سكه ودغري. ليه يا مستر؟ الاسبوع الجاي لسه بدري، احنا ورانا حاجه. لا لا عايز اخرج يا مستر. بص اقول لك حاجه، اصل الامتحان ده في ناس هتتاخد غسيل ومكوى، غسيل ومكوى الاثنين، مش غسيل بس. عشان كده يعني بالاخر انا بس